للذهب رونق خاص حافظ عليه مع مرور كل الأزمات، وكما حال كل شيء ارتفاع في الأسعار وإرقام في ازدياد، ورغم ذلك سجل الذهب حضوره. فهل زاد الإقبال عليه أم أنه أصبح من الكماليات؟ فلنرى رأي التجار ولنلقي نظرة عن كثب. ذهب معدن ثمين مفقود عم بينفقد شوي شوي بهالطبيعة. طبعا كل الصناعات عم بتروح على الذهب، حتى بالإلكترونيك بالسيارات بكل شيء، لأنه الذهب معدن ما بيأكسد وعم بينفقد شوي شوي بالطبيعة، عشان هيك أسعاره عم تزداد وعليه طلب كبير، حتى إنه في معظم الدول حاطة اقتصادها وعملتها على الذهب. فأغلب العالم عم تشتري من عنا أنصات وليرات عم بتخزن، لأنه الذهب عم بيطلع. أسعار الذهب بهالأيام هيدي الناس عم تتساءل ليش صعدت وشو أسعار الذهب وشو الناس عم تشتري أكتر شيء. بهالأيام هيدي الذهب صعد بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، والتريجري ديبارتمنت اوف ذا يونايتد ستيتس حتى ما يصير في بانيك بالسوق كتير بأسعار الذهب توصل لألفين وثلاثمية ألفين وخمسمية الأونصة، والدول الأوروبية نزلوا ذهب كتير بالسوق لحتى يحافظوا على سعر الأونصة تضل تحت الألفين دولار. فاللي صاير هلأ الأسعار طلعت إلى أعلى مستويات بتاريخها، وصلت الأونصة لألف وتسعمية واثنين وسبعين، ويزاد عليها على الأقل مية وخمسين دولار للناس تعرف ليش بيقولونهم 2100 أو 2200، لأنه بياخد البنك عليها مبلغ من المال، والمحل بيربح بين 50 ل 60 دولار بالأونصة على الأكتر يعني، وعيارة 24 و 31 جرام فاصل واحد. هلأ في كمان الليرات، تجي الليرات الإنجليزية مطلوبة كتير اللي هي عيارة 22 و 8 جرامات، فهيدي للأسف مقطوعة من السوق، وكمان عم ينطلب بريميوم من الشركات اللي عم تجيبها، انه تتقدر تجيبها على المحل بدك تدفع بريميوم زيادة اكتر من العادي. فالناس ما تستغرب اذا كانت الليرة فوق الخمسمية وعشرة للخمسمية وثلاثين، خمسمية واربعين ممكن كمان في بعض المحلات. الليرات التركية في منها 21 ومنها 22 مثل الليرات الإنجليزية. الليرات 21 مطبوعة ببلادنا معمولة ذهب 21، بتبقى أرخص حوالي 30 ل 40 دولار من اللي عيارها 22 الأصلية. طبعا في عالم كتير مثلا بدهاش تخلي الكاش معها، يعني لما بنحكي كاش يعني انه بدهمش الدولار، بيثقوا بالدولار، بس بقول لك الدولار بيطلع بينزل قبال عملات تانية باقتصاد تاني. الذهب يبقى قوته فيه ومحافظ على سعره، ما بيخسر طول ما انت محافظ عليه ومخليه معك. طبعا لما بتشتري أونصات، انت الأونصة بتحفظ سعرها على السعر الماركت تاعها، والأونصة زي كنا معها باسبورت، بأي محل بالعالم بتقدر تكيشها بأي وقت بدك اياه، بتقدر تجيب مصرياتها بأي دولة بأي مكان. فالناس لاحظت انا بهالأيام هايدي ونصحتهم كتير يعني انه تشتروا اذا عندكم مصاري ورق ما حطينا بالبنك بنص ولا بواحد بالمية انترست، من الأفضل إنكم تشتروا فيها ذهب أو فضة أو بلاتين معادن، لأنه المعادن دايما وين ما رحت فيك تبيعها، وبأي وقت من الأوقات بتضل تحافظ لك على قيمة المصاري اللي معك، مهما صار في انفليشن بتضل محافظ عليها، وما فيها خسارة لأنه ما في شيء عم بيشجعنا انه الذهب او المعادن بدها تنزل، على العكس اسعارها ثابته تقريبا فوق ال 1900 دولار الأونصة، وما بعتقد حتنزل لفتره طويله اقل من هيك. للبعض هو دعيمه الاوقات الصعبه، واخرون يعتبرونه تباه بان الحال ميسور، وتتارجح الدفه ما بين شراء العملات الذهبيه او حفظ المال على حاله، ويبقى السؤال ايهما اضمن واسلم، وهل سيرتفع سعره او ينخفض. الأسعار هلأ مثل كل شيء عم يطلع معلية، حتى لو like الذهب بيرتفع يعني it's a good investment دائماً، because الذهب ما برخص. So يعني لو سمح الله إيش بيصير معك like محتاج like to trade in like your ذهب، you're definitely still gonna get like your price back. ف
for it, so I think it's still worth it. يعني إنك تشتري ذهب. أنا برأيي إن الناس يشتروا الذهب لأنه إذا انهار الاقتصاد العالمي الذهب هو بي يعني هو الشيء الذي بيبقى على العملة العالمية. والله يا سيدي أسعار الذهب غالية كثير يعني. وإحنا مرينا من باب المحل المجوهرات ودخلنا للمحل حتى نطلع على الأسعار، ومعنا قطعة الذهب بدنا نبيعها يعني لأنه الوضع سيء جدا وكل شيء غالي وكل شيء يعني في غلاء كبير جدا بالأسعار بكل شيء، حتى بالخضار حتى بالفواكه حتى بالذهب. يعني إحنا بدنا نبيع قطعة صغيرة يعني عبارة عن خاتم في يد، ووجدنا أنه البيع غير المشترى، البيع رخيص والمشترى غالي. I think بالذات مع like for example مع الفلسطينية لما البنت تتجوز ويجي لها مهر بتحب تشتري ذهب فيها because regardless it's financial security, you know, and يعني بالنسبة لإلي أنا if it was me and I had that extra money then I would still yeah أشتري ذهب فيها. It's a good investment. Yeah. الليرات أكثر شيء عالم بتحب الليرات الذهب. كل سنة أشتري ذهب، هذا يعني اعتبرها life savings. فمن صفات الذهب لمعته المتميزة وأنه مهما احتك بشيء ما تغير معدنه، فلعله يكون هكذا مع الأزمات الحالية ويخرج منها ببريقه وعنفوانه. زين الحاج، شو الأخبار ويب تي في؟